ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم حلقتنا. وصلنا دلوقتي معاكم لفقره الاستوديو التحليلي الستات في الكوره. احداث كتير بيعيشها فريق كره القدم للنادي الاهلي في الفتره الاخيره، فبعيد عن الدوري اللي فاز فيه امبارح وخدت 3 نقط من نادي فاركو، الاهلي بيستعد لمواجهات في الكاس وبطوله افريقيا. ده غير كاس العالم للانديه اللي دخل في خريطه البطولات اللي هيشارك فيها الاهلي الفتره اللي جايه. كلام كتير وتفاصيل اكتر هنتكلم فيها مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو النهارده التحليلي الكابتن احمد عادل نجم الاهلي السابق. بنرحب بيك يا كابتن. اهلا بيك الزهراء، منورنا. ده بنورك وسعيد ان انا موجود معاكم النهارده. اكيد الحمد لله على سلامتك. الاول عرفنا ان انت كان عندك عمليه، مشكله بسيطه كده بس الحمد لله، يعني من وانا بلعب كده كان عندي زي عظمه زياده كده، ما كانش فيه وقت كافي ان انا اقدر اخد الخطوه دي لان هي بتاخد وقت يعني بعد العمليه، لكن الحمد لله دلوقتي انا تمام. الحمد لله زي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، ربنا يخليك. نبدا من ايه؟ نبدا من ماتش امبارح الاهلي وفاركو. شايف الماتش كان عامل ازاي؟ كانت اكيد مباراه مثيره، وخصوصا النادي الاهلي دايما لما بيتعرض لمواقف صعبه بيروح للثلاثه بونت، ويمكن كل محبين النادي الاهلي او كل جماهير النادي الاهلي بيبقى عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه وملوك التسعين. ملوك التسعين دي حاجه مش جديده على النادي الاهلي، يمكن اي مباراه بتخلص مع صفاره الحكم. صحيح. يمكن انا اتربيت داخل النادي الاهلي وعشت شويه في الجيل الذهبي للنادي الاهلي، وان احنا بنلعب لحد صفاره الحكم. صحيح. ممكن حد بيقول بنلعب لحد الدقيقه 90، لا احنا بنلعب لحد صفاره الحكم، ودي حاجه مش جديده على النادي الاهلي في مواقف كتير جدا وكبيره جدا وبطولات كتير جدا. النادي الاهلي بيلعب لحد صفاره لحد الدقيقه، تلاقي النادي الاهلي في الدقيقه 96 في الدقيقه 98 بيقدر ان هو يحقق المكسب، ودي روح الفانيلا اكيد يعني. صح. كولر غير التشكيل المره الثالثه امبارح، رايك ايه في تغيير التشكيل اللي بيلعب بيه كولر وتشكيله في اخر مباراه اللي هي كانت امبارح من بدايه المباراه؟ انا بشوف كتر التغيير في التشكيل او كتر التغيير في القوام الاساسي حتى اللي بيبدا بيه او وضع لاعب في مكان مش مكانه، ده هيأثر على الأداء الجماعي لشكل التيم. يمكن ده اللي مأثر على مدار المباراتين اللي فاتوا. يمكن مستر كولر في أول 6 مباريات كان بيثبت التشكيل بشكل كبير جدا، وكان بيلعب بالفيرود الصريح اللي هو رقم 9، سواء محمد شريف، حسام حسن، شادي حسين. لكن بنشوف مباراة امبارح يمكن الأهلي اتعرض لصعوبات شويه في المباراه، لان انت ما بتلعبش بفروت صريح ان هو يقدر يترجم لك الهجمات. كان بيلعب بدون فروت صريح، او بيلعب ببرونو سافيو بيلعب بيه زي فروت وهمي، بيلعب 3 فلات قدام. لكن اكيد هتواجه صعوبات، لكن كتر التغيير في التشكيل ده هيواجهك صعوبات على المستوى الجماعي، وده يمكن اللي ظهر في المباراتين الاخر ان النادي الاهلي او حقق مكسب، او المباراه اللي فاتت كان حقق التعادل. لكن اكيد هتواجه صعوبات طول ما انت بتغير في التشكيل كمدير فني، اكيد هتواجه صعوبات في المباراه، لكن طول ما انت مثبت التشكيل بتلعب كل لاعب في مركزه المباراه هتسهل عليك بشكل كبير جدا، وخصوصا مع النادي الاهلي. زي ما بتكلم دايما عن لعيبه النادي الاهلي او اوضه لبس النادي الاهلي، هي فيها كل مقومات البطوله، وده اللي بيحققه لعيبه النادي الاهلي اللي هو التارجت. حتى لو احنا ادائنا ما وصلش لل 100% او في لعيبه كتير مش في فورمتها او في بعض العقبات في المباراه، ممكن تلاقي فريق بيدافع بشكل كبير جدا ومقفل لك مساحات، لكن هنا لعيبه النادي الاهلي بالروح والعزيمه بتروح لحته الثلاثه بونت. يعني اهم حاجه نحقق الثلاثه بونت، مش هيبقى فارق معانا الاداء على قد ما ان احنا نحقق الثلاثه بونت، لان ده الهدف اللي احنا بنبقى عايزينه من المباراه في الاخر، هو الثلاثه بونت اللي بيقربونا حتى من بطوله الدوري. كابتن حضرتك مع ده، مع انه الثلاثه بونت ايا كان الاداء في بعض الاوقات في مجريات الامور او ممكن الظروف اللي بيتعرض لها الجهاز الفني او بعض اللعيبه، او ممكن يبقى عند المدير الفني غيابات، او ممكن يبقى عنده قناعات شخصيه ان هو عايز يجرب لعيبه في اماكن ثانيه، فانت هنا بتروح لحته ان اللعيبه ما تاخدش منها ال 100% بتاعتك. ممكن لعيبه مش فورمتها، ممكن ما يبقاش يومك، لكن الهدف اللي في الاخر ان انت مهم تحقق 3 بونت. يمكن بتختلف مع اي فريق ثاني لو مش بيلعب على البطوله، ممكن يتعادل اكتر مباراه، ممكن يخسر اكتر مباراه، لكن البونت مع النادي الاهلي في بطوله الدوري او اي بطوله بيشارك فيها دي اكيد هتفرق معاه بشكل كبير جدا، لان هو كل بونت بيتحسب عليك، وخصوصا داخل النادي الاهلي انت على طول مطالب بالمكسب. جماهير النادي الاهلي او على مدار العصور كل اللعيب لاعب في النادي الاهلي هو رفع سقف طموح الجماهير ان المطالبين لما نخش اي بطوله بنحققها. يمكن ده حصل معايا انا في بطوله 2007 لما خسرنا الفاينل امام النجم الساحلي. الفتره دي كنا واخدين، دخلنا في 7 بطولات حققنا 6 بطولات. ف
فلما خسرنا البطوله دي في النهائي بطوله افريقيا لقينا كابتن حسن حمدي وكابتن خطيب بيحاسبونا على البطوله، انتوا ازاي ما تحققوش البطوله؟ كانك ما خدتش اي حاجه. فلا هنا الكل مطالبين. عارف ده يفكرني بتصريح موسيماني لما قال انه في النادي الاهلي ببقى عامل كل حاجه واخد كل البطولات، ولو خسرت ماتش واحد بس الجمهور بس هو ده الصح. البطوله اللي مع مستر موسيماني يمكن بعد ما حققنا التاسعه بطوله افريقيا الناس بتطالبه بالعشره، بعد ما حققنا العشره الناس بتطالبه بال11. بس في حاجه برضو هند ردا على كلامك، يعني انا كواحده من جمهور من جماهير النادي الاهلي انا بطمح دايما اكتر في يعني انا زعلانه من فريق الاهلي، يعني حاسه ان لا يا جماعه مش لازم في اخر 90 دقيقه، احنا نقدر نجيب احسن، نقدر نعمل احسن، مش لازم في الدقيقه الاخيره، مش لازم بتشجيع الجمهور قوي نقعد قاعدين على اعصابنا، مش لازم نبقى قاعدين على اعصابها. بحس ان احنا نقدر من الاول نعمل يعني زي ماتش فيوتشر بالظبط، لو كانت الدنيا من بدري دايما من بدري نقدر، والله نقدر نعمل ده. فانا ببقى واحده من الجمهور لا عايزه من الاول، مش عايزه اقعد على اعصابي لغايه الاخر. بحس الجمهور بهتافه هو اللي بيحرك اللعيبه، هو اللي بيجيب بلس 90 بالظبط. هو بلس 90 ده انا بالنسبه لنا الجمهور رقم واحد، يعني هو رقم واحد قبل حتى الفرقه، لان هو بيفضل مساند، وده يحسب لجماهير النادي الاهلي ان هي بتفضل مسانده في الحلوه والمره معاه. ده حقيقي، وده بيبان حتى قبل كده لما خسرنا 5 من سان داونز. ما فيش جمهور في العالم هتلاقيه بيشجع فريق وهو خسران 5 من سان داونز، فيرجع البطوله اللي بعدها نكسب سان داونز في الادوار ونعدي من سان داونز وناخد بطوله افريقيا، فده اكبر رد. فهنا اللي حضرتك بتتكلمي فيه ان لا، اللعيبه وعلى مدار تاريخ النادي الاهلي والاجيال داخل النادي رفعت سقف طموح الجماهير، يعني انا مش عايز اقعد لحد اخر دقيقه، انا عايز اكسب على طول. ما هنا دي مسؤوليه على اللعيبه، ده اللي انا بتكلم فيه، ده مسؤوليه على اللعيبه او مسؤوليه على اي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي، ان انت مطالب على طول بالمكسب. ممكن انت تبقى بتلعب في فريق بتتعادل عادي وبتخسر عادي، يمكن ده جربته حتى بعد ما مشيت من النادي الاهلي، ان في لعيبه ممكن تخسر عادي او تتعادل عادي. لا انا مش متعود على كده، النادي الاهلي مع محققني يعني حاطط لي تارجت، وده كان باين حتى في اللائحه بتاعت المباريات ان انت بتحقق 10 بونت من 12 بونت. لو هتحسبيهم هتلاقيهم 3 مكسب وواحد تعادل. فالاربع مباريات كنا بناخد حتى مكافات كل اربع مباريات، لو جبنا 9 بونت ما ناخدش ولا مكافاه. يعني كسبنا 3 مباريات وخسرنا مباراه ما ناخدش ولا مكافاه من المكافآت كلها فعلا، لكن نحقق ال 10 بونت. وده يمكن حتى الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها كنا بنحسم الدوري قبلها بسبع اسابيع، يعني ب 21 بونت. كنا بنحسم الدوري الثاني ليا مع النادي الاهلي، حسمنا الدوري قبلها بخمس اسابيع. فكانت عشان كده هنا انا بشوف ان الجيل اللي انا كنت منتمي ليه كان من افضل الاجيال في تاريخ النادي. اكيد ده حقيقي، ده كان من افضل الاجيال في النادي الاهلي وفي المنتخب. يعني طبعا بصراحه كان جيل لا يعوض، كان القوام الاساسي لمنتخب مصر هو من النادي الاهلي. ابو تريكه، بركات، متعب، شوقي، حسن مصطفى، شادي محمد، كل ما يقول اسم واحد فيهم حفظ الالقاب. لا حضري، لا كنا مجموعه كبيره جدا، كابتن اسلام الشاطر، يعني مجموعه كبيره جدا، كلنا كنا يعني مقدرين قيمه تيشيرت النادي الاهلي. ما كانش في لعيب وحش، انت عارفه كده؟ ما كانش في لعيب بينزل الملعب بيبقى وحش. طبعا كومبيرد بالجيل الحالي ليهم كل الاحترام، بس انا بالنسبه لي بشوف انه ما فيش مقارنه بين لعيبه الكوره دلوقتي وقبل كده بكل امانه. لا عشان كان في تنافسيه، في منافسه، في منافسه، لان المكان اللي انا كنت موجود فيه كنت موجود انا وكابتن اسلام الشاطر واحمد فتحي واحمد صديق، وساعات كان بيلعب بركات، يعني كارثة. كنا 5 ناحيه اليمين كارثه. الناحيه الثانيه كان شديد وجلبرت واحمد السيد، وبعد كده جه سيد معوض. لو واحد فيكم ريح يوم خلاص اختفى بالظبط. عشان كده هنا روح المنافسه، كان اي حد كان مستر مان والجوزيه لما بيلعب باي حد ما تحسيش ان في فرق في الاداء. الاداء ثابت والاداء ماشي على الناس كلها بنفس الوتيره واحده. مظبوط. فعشان كده هنا مهم جدا على اي حد، حتى بقول موجود داخل قائمه النادي الاهلي، هو ليه دور ودور بشكل كبير جدا، ودي وعنده فعلا مسؤوليه طبعا أكيد كبيره فعلا. مسؤوليه تجاه الناس. رايك ايه كابتن في موضوع التدوير والروتيشن اللي بيحصل من كولر؟ هل ده مفيد ان هم يقدروا يكملوا ويقوموا بالبطولات، ولا شايفه ازاي؟ اكيد مهم حته التدوير، بس التوقيت. يعني التوقيت المناسب. صح. في المباريات المناسبه. يمكن انا مش هينفع ان انا اعمل تدوير مثلا في مباراه زمالك، في مباراه اسماعيلي، في مباراه انبي، في المباريات الكبيره، حته ان انا عايز اجرب. يمكن الراجل، وهنا الراجل انا بقول لسه هيبقى ملم بالامور بشكل كبير جدا، ان انت ما تقدريش تحكمي على الراجل من اول 5 6 مباريات. انت لازم،
وهنا ده اللي بيدي له اريحيه بشكل كبير جدا هو مجلس اداره النادي الاهلي. مش حاطه تحت الاستريس او الضغط، لا هو بيطالبه بالبطوله. بس خد بالك هو لو ما عملش الروتيشن دلوقتي هيعمله امتى؟ هيعمله في كاس العالم للانديه، ومش يعني هيفهم برضه، هو محتاج يفهم برضه الامكانيات كلها ويجرب. هو ده اللي انا اتكلمت فيه، ان الراجل عمل روتيشن وبيجرب بعض اللعيبه، يمكن الناس استغربت بشكل كبير جدا. دلوقتي الوقت مناسب، شادي حسين بره ومحمد شريف قاعد احتياطي وحسام حسن قاعد احتياطي، مفيش فيرود. الاهلي بيلعب من غير فيرود. لا هو بيجرب برونو سافيو في مكان، دي مش عدم قناعات بالناس اللي بره او اللي مش موجوده، لا هو بيعتمد عليه بشكل كبير ده. بس هو من وجهه نظره انا شايف ان دي المباراه المناسبه اللي انا ممكن اجرب فيها رقم 9 والفيرود برونو سافيو، ان انا العب بفيرود وهم، ما العب من غير فيرود. هنا التوقيت كان مهم جدا، لكن الراجل لسه بيستشف الامور، لسه بيستشف الامور داخل النادي، ما قدرش يوصل ان ال 100% اي لعيب قفشه اي حد موجود ان دي ال 100% بتاعته، لسه ما وصلهاش. فهيجربه في اكتر من مركز بحيث ان هو الفتره اللي جايه داخل على كاس العالم للانديه، داخل على بطوله افريقيا بشكل كبير جدا، مجموعتنا صعبه جدا. لكن النادي الاهلي باللعيبه الموجوده، بل انا متفائل بشكل كبير جدا مع مستر كولر ان احنا نعدي كل ده ان شاء الله. انت شايف ان هو حقق مستر كولر حقق المطلوب منه لحد دلوقتي والمنتظر من جماهير النادي الاهلي؟ لا، مع تحقيق البطوله اقدر اجاوب حضرتك. تقدر تشوف لازم مع تحقيق البطوله، مش مباراه او مباراتين او حتى 10 مباريات اللي هيقيموا الراجل، على قد زي ما بقول لحضرتك ان مجلس اداره النادي الاهلي هيحاسبه على البطوله، هيتحاسب على البطوله، والراجل اكيد ملم بكل الكلام ده وموفرين له كل سبل امكانيات تحقيق البطوله. عشان بعد ما يخلص البطوله هيتحاسب خدتها او ما خدتهاش، لكن مش الراجل مش هيتحاسب بالقطعه، مش هيلعب كل مباراه يقول له انت اديت وحش او ما اديتش وحش او المفروض تلعب فلان، لا ما بقاش في تدخل خالص حتى في قرارات الجهاز الفني من مجلس الاداره، يديني كل الاريحيه عشان يتحاسب في الاخر على البطوله. ودي يمكن الاجواء اللي بتبقى داخل النادي الاهلي، غير مع احترامي لاي نادي في مصر، دي الاجواء اللي داخل النادي الاهلي، عشان كده بنلاقي بطوله في الاخر. الجهاز الفني مع قناعات، لان مجلس الاداره هو اللي بيجيب الجهاز الفني، هو اللي بيجيب المدير الفني، فعلى قناعات بشكل كبير جدا ان الراجل ده يقدر يحقق البطوله ويحقق المكسب، وبيوفر له كل سبل امكانيات البطوله، عشان كده الحساب بيبقى في الاخر مش دلوقتي خالص. كابتن، بما ان حضرتك كنت لعيب كوره، عايز اسالك سؤال، هل انت مع ولا ضد انه مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي بعد مباراه الاهلي وفيوتشر يطلع يقول انا ما كنتش عارف انه قفشه هيلعب ضربه يعني التصريح اللي قاله على قفشه والغرامه اللي بعدها اللي تم توقيعها على قفشه اللي هي مش بسبب ماتش فيوتشر؟ برضو خلينا نوضح لحضراتكم، الغرامه كانت بسبب انه قفشه نزل حاجات على انستجرام وهو ممنوع انه اي حد من اللعيبه يعمل ده فتغرم بسبب ده. خلينا نرجع، هل انت مع ولا ضد ان المدير الفني يطلع للاعلام ويكون شفاف لهذه الدرجه؟ دي جراءه من الراجل، دي جراءه من الراجل، وانا بشوف ان الراجل اتعامل بشكل كبير جدا. ده اللي انا كنت مستنيه منه المباراه بتاعت امبارح، ان كان ممكن اي مدير فني يربط العقوبه باداء اللاعب او بمشاركه اللاعب، ما يخلوش يشارك. طبعا في مدير فني، انا اتعاملت مع حوالي 12 13 مدربين كبار، ممكن يربط العقوبه، انت ما سمعتش الكلام، انت انا قلت فلان يشوط ضربه الجزاء او ما يشوطش، وفي ساعتها ممكن في ساعتها الناس لمت على مستر كولر. طب لو هو انت حاطط حد يشوط او حاطط الترتيب التسلسل التدريب قفشه تسلسل الشوط قفشه مش فيهم، فممكن في ساعتها اي مدير فني يقول له لا انت ما تشوطش، لا مش هخش معاه في نقاش في وقت المباراه. فانت شايفها جرأه؟ هي جرأه من المدير الفني وقوه شخصيه، والراجل طلع ما جرحش. ايوه يعني صح، ما جرحش في المؤتمر الصحفي. انا 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 بعد يمكن حتى بعد المباراه قلت الراجل ذكي جدا وقوي الشخصيه، مش قوه الشخصيه ان انا اخد اكشن على الهواء، انا قوه الشخصيه في رد فعلي بره، ان انا حتى بحمي اللعيب لانه عنده رصيد برضو يعني. اكيد قفشه، اكيد قفشه من اللعيبه الاساسيه ومن اللعيبه الكبيره جدا، بس في بتبقى فيها هفوات من اللاعب، ممكن حته الحميه اللي عند قفشه، انا عايز اكسب الفرقه، انا عايز ابقى انا الجون ده هيفوقني، لو انا حتى مش فايق في المباراه الجون ده مثلا هيفوقني، فبتبقى حسابات يعني شخصيه بتاعتي انا، قناعات شخصيه بتاعتي انا كلاعب، في التوقيت بيبقى الوقت جزء من الثانيه، القرار جزء من الثانيه. خلينا بقى نروح للثنائيات، احنا عندنا ياسر ابراهيم ومتولي، عايزاك تقول لي رايك في الثنائيات اللي موجوده في النادي الاهلي الفتره الاخيره. اكيد اكيد بياسر ومتولي ما يميزهم الفتره الاخيره هو ثبات المستوى، يعني ثبات المستوى، وانا بشوف ان ده من المراكز المهمه داخل النادي الاهلي،
اللي محتاج بتبقى في كيمياء بين الاثنين لعيبه. لا اداء ياسر مع اداء متولي، يمكن احنا بلغه الكوره بنتكلم ان في السرد باكين مهم يبقى في واحد لعيب كوره وواحد بيخبط، واحد بيخبط في العالي لكن الاثنين هيبقوا بيخبطوا هيبقى في مشاكل. الاثنين هيبقى لعيبه كوره هتبقى فيها مشاكل، لكن الكيمياء اللي بينهم ان في واحد بيخبط واخد العالي ومتولي بيلم مثلا من ورا ياسر او حاجه، لان متولي كورته بتطلع صح دايما، ياسر في الكرات الثابته بيبقى ليه وبيقدر يحرز اهداف منها، بيبقى ليه اجابات او بيبقى ليه اضافه. هتلاقي في الكور الثابته متولي واقف وياسر هو اللي بيطلع في الكور الثابته. فلا انا شايف ان هو انا حتى من اميز الاثنين القلب الدفاع على مستوى مصر، واتوقع ان هم يبقى ليهم دور حتى مع المنتخب ياسر ومتولي. خط وسط الملعب بقى بتفضل سوليه وحمدي فتحي ولا ديانج وسوليه؟ هي هنا فيها حيره بشكل هي هنا لا هو مفيش غنى عن حمدي، دي حقيقة. يعني ممكن ست ارتكاز حمدي حسب برضو احتياجات المباراه حسب انت هتلاعب مين والاهلي الملعب ما يستحملش الثلاثه الثلاثه، يمكن دي هياثر حتى على الناس اللي قدام. يمكن انا بشوف الطريقه المناسبه واللي دي فادت النادي الاهلي بشكل كبير جدا هي 4-2-3-1، الطريقه المعتاده وحتى ده اللي انا كنت بتكلم فيه دايما، ان هي تناسب القماشه الموجوده او تناسب اللعيبه الموجود، هي احسن طريقه 4-2-3-1. وعشان كده لازم يبقى في اثنين ارتكاز في نص الملعب، هو حمدي الاساس وممكن السوليه او ممكن اليو ديانج. نروح بقى لقرعه قرعه دوري ابطال افريقيا، رايك ايه في المجموعه للاهلي وقع معاها؟ صن داونز والهلال والقطن، صن داونز والهلال والكاميرون، شايف ان هي مجموعه صعبه مش سهله، صعبه وخصوصا هتلاقي الفرق دي لعبت نهائيات قبل كده، يعني بتوصل نهائيات وبتلعب فاينل. صن داونز القطن الكاميروني 2008 لعبناهم في النهائي، الهلال برضو فريق مش سهل بيوصل ادوار الاربعه وبيوصل ادوار الثمانيه، لكن مباريات صعبه اكيد بشكل كبير. لكن هنا هو النادي الاهلي، النادي الاهلي في المواقف الصعبه بيبان لعيبه النادي الاهلي بتبان في المواقف الصعبه او في البطولات الكبيره، فده عشان كده كلنا كنا يعني مش فارق معانا بشكل كبير حته مين في المجموعه، على قد ما فارق ان اللعيبه هتبقى في احسن حالاتها، الغيابات اللي موجوده بره ترجع تبقى اضافه للسكواد كله الموجود، فدي اهم حاجه وده وصل اكيد للعيبه طبعا مع كابتن سيد عبد الحفيظ بيبقى ملم بكل الامور دي، وتوفير الاجواء حتى خارج مصر في المباريات دي من ناحيه الاقامه، من ناحيه التدريب، من ناحيه التركيز حتى داخل اوضه اللبس، كابتن سيد بيبقى على طول سبوت على اللعيبه. صعبه بصراحه طبعا عليه حمل كبير جدا، وخصوصا داخل النادي الاهلي. يمكن انا عشت داخل النادي الاهلي وبيمارس بطولات كبيره وبطولات مجمعه، لا الموضوع صعب وهادك بشكل كبير جدا وضغوطات كبيره على اللعيبه اكيد وعلى الجهاز. انت شايف الاهلي قادر انه يتوج ببطوله افريقيا ياخد لقب ال11؟ اكيد كلنا عندنا امل في كده. محتاج يعني حاجه شايف ناقصه حاجه؟ لا محتاج ان في بعض اللعيبه اللي مؤثره مع النادي يبقى النظره على البطوله، النظره على البطوله، اوضه اللبس بتقفل على نفسها بشكل اكبر من كده، وهم جربوا الموضوع ده بشكل كبير بقياده طبعا محمد الشناوي وبعض اللعيبه الكبيره ايمن اشرف والسوليه وكل اللعيبه، مش عايز انسى حد. لا مهم ان اوضه اللبس تبقى مقفوله عليكم، وعدم الانسياق للتصريحات طول فتره البطوله، لان ده بيفرق بشكل كبير جدا. زي ما احنا شايفين السوشيال ميديا بقت حاجه صعبه جدا، والنادي الاهلي بيتحارب من ناحيه السوشيال ميديا، فهنا خلاص اللعيبه بقى عندها درايه كامله بالامور دي، فمهم جدا ان انت اللعيبه تقفل عن نفسها. داري على شمعتنا شويه، داري على شمعتنا شويه. انت يعني السوشيال ميديا في الاخر هي حاجه مهمه، حضرتك كلاعب كره قدم بتنصح اللعيبه بايه؟ ازاي يستفيدوا من السوشيال ميديا من غير ما يبقى هو في الملعب عمال يدور على اللقطه اللي هتطلعه ترند النهارده؟ فاهمني؟ في لعيبه معينه نفسي اقول زي ما حضرتك قلت في التصريح، ان ايه اللي اضر بقفشه؟ ان هو طلع وصرح كتب. طب لو انا طلعت ما كتبتش ما كنتش هتتغرب، مش هتعرض لعقوبه ولا هتعرض. هنا انا قافل على نفسي، قافل على تصريحاتي، حتى لو جوايا حاجه
مش هطلع لانها على صفحتي. بس هنا والله انا بشوف عقوبه كابتن محمود الخطيب يعني هي حمايه لقفشه، يعني هو طبعاً. لو كان جمهور الاهلي يعني قفش على قفشه كانت هتبقى وحشه، يعني العقوبه دي اعتقد انها حمايه لقفشه. هو خد العقوبه وقرارات. وخلاص يعني فاهمه. نفس اللي حصل مع كهربا قبل كده، نفس اللي حصل مع كهربا، يعني ما يلامش مجلس اداره النادي الاهلي ان انا طلعت للاعلام صدرت ان قفشه اتخصم منه مثلا 200,000 او 100,000 او كهربا اتخصم منه 50,000. لا ده رد فعل طبيعي، لان ممكن يبقى حاجه من مجلس الاداره تنبيه لقفشه. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك قلتي، انا هنا مش عشان انا بحمي اللعيب فما اطلعش ان انا اصدر للناس ان هو لا اتخصم، لا انا بقول ان اتخصم منه، وهتلاقي المباراه اللي بعدها ان هو شارك في المباراه. شوف يا كابتن في النهايه صح. موضوع صح. الغرامات والخصومات والحاجات دي كلها، بما ان حضرتك كنت بتلعب في النادي الاهلي دايما بيبقى في كواليس طبعًا. احنا ما نعرفش عنها حاجه، لكن الاكيد انه ودي حاجه انا واثقه فيها 200% اكيد حضرتك عارفها، انه النادي الاهلي ما بياخدش قرار زي ده الا اذا كان في حاجه، حتى لو مزبوط. ما طلعتش للجمهور ما طلعتش للعلن، عشان هو ده الصح ان مش كل حاجه تطلع بره. كابتن حضرتك شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله مش تبقى اخر مره تبقى موجود فيها معانا، وبنشكرك على وجودك معانا النهارده. انا اللي كنت سعيد وانا موجود مع حضراتكم النهارده، واتمنى ان هي تبقى حلقه خفيفه على الساده المشاهدين. شرفتنا. نروح فاصل؟ نطلع فاصل سريع، خلصت فقرتنا، نطلع فاصل سريع ونرجع تاني نكمل بقيه حلقتنا.